شو هالسيريني؟ برجع بقول انه برجع بقول للاسف انه هاي اليوم تخبركم انه كمان هالعمل الدقيق ادى الى كمان ضبط شحنة كابتاغون كانت بطريقة لأفريقيا لتوغو، ومن بعدين بمتابعة شعبة المعلومات حتكون هيدي الشحنة بعد ما تتبدل وتتغير وراءها تروح لمحل بالخليج. إنما نحن بحسب المتابعة منقول إن هي رايحة على السعودية تبعا للأشخاص الموقوفين بالموضوع. Thank you.